هذه صرخة خالتي كلثوم والبنت ديالها اللي زمان جرب بيهم خلاهم في هذه المنطقة في طرطوار في قيطون. كنت عايشة في كراج كالية ب 600,000 ومع الضو ومع الماء تلحق لي مليون مليون و200. البنت كانت غير خدامة تاع كونطرا ويصومي ويصومي شادية ويصومي الحمبوك شادية. ما كانت حرمة وحمسكينة من كل حاجة ما تشري زعما كيما الناس. وانا من حقي ندي الساكن باش كان ندير في 1,050,000 ياكل وراني من لون 2005 يعني 15 عام عندي الاولويه ما يقولوليش لا. شتا كلشي تشمخ كي تصبت لاخاطش كلشي هو ود علينا فيا لاطونسيون فيا الغواط فيا الحلوه. انا دروك نطلب السيد الرئيس يا سيد الرئيس شوف فيه يعني عافه باللي انت ما تقبلش على وحده شيبانيه تعيش هي وبنتها في الخلق.